هسه منقوم بإنشاء طبقة من نوع نقطية اللي هي بتعبر عن الأشجار، بحيث كل نقطة بتمثل لنا شجرة من نوع معين. بنرجع على الكتالوج، بنعمل رايت كليك ونيو فيتشر كلاس، بنسميها تري، طبعا نوعها نقط، ما بدنا يكون فيها قيم خاصة بالارتفاعات. بنروح على نيكست، بنكبس على استيراد الحقول، أو خليني أقوم بإدخال أي حقل أنا بدي إياه. بدي أقوم بإنشاء حقل بدون استيراد حقول، بضغط هون دبل كليك، بكتب اسم الحقل تايب، بدي أخليه أرقام، بمعنى إنه رقم 1 شجرة تين، رقم 2 شجرة زيتون، رقم 3 مثلا شجرة نخيل، وهكذا. في كمان حقل بدي أضيفه، لكن بضيفه بعد قليل. نعمل فينيش، ظهرت عندي الطبقة اللي كنت بإنشائها. منشغل الصورة الجوية، نتعلم كيف إحنا نضيف أو نرسم أي نقطة. ندخل على واجهة إنشاء المعالم، نختار النقطة. طبعا في أساليب لرسم النقط، نقدر نرسم أكثر من نقطة بأكثر من طريقة. لنفرض نرسم النقطة الأولى اللي هي خاصة بهاي الشجرة، هاي الشجرة الثانية، وبهذه الطريقة أنا قمت برسم عدة نقاط، كل نقطة بتعبر عن شجرة معينة. نقوم بإلغاء الصورة الجوية، في عنا 4 أو 5 نقاط. نقوم بتحديد أي نقطة، رقمها 1 اللي هي شجرة زيتون مثلا، رقم 2 شجرة تين، وهي شجرة نخيل رقم 3. طبعا زي ما اتفقنا احنا بهدف التعلم بنقوم بوضع طرق ادخال بيانات افتراضية بهدف التعلم. بعد ما اخلص من جميع النقاط بادخال بياناتهم، قمنا بتجهيز هاي الطبقة. بعدها اقترحنا انشاء حقل جديد بوصف هذول الاشجار، بمعنى انه هاي الشجرة موسمية او غير موسمية او اي نوع من الوصف. بنقوم بفتح الاتريبيوت تيبل، بنروح على اد فيلد، بنختار حقل الوصف. بدنا نجعل هذا الخيار من نوع نص، يعني نقدر احنا ندخل فيه اي قيمة. نعمل سيف، ونروح نعمل نحدد اي نقطة. هاي النقطة اللي رقمها، نفرض انها رقمها 3 شجرة نخيل مثلا، والوصف نكتبها انه هي موسمية. بهاي الطريقة مثلا وصفنا هاي النقطة، والنقطة اللي من نوع رقم 1 تعتمد على مياه الري مثلا. بعد ما خلصنا من التعلم كيفية إنشاء طبقة نقطية وإدخال البيانات عليها، في عنا موضوع مهم، إنه من خلال الـ RGS Pro أنا بقدر أرسم أكثر من فيتشر لأكثر من طبقة متعددة. كيف يعني؟ بقدر أرسم زي ما تعلمنا قبل شوي، مثلا نشغل طبقة البارسل، أنا بقدر أرسم معلم جديد وبنفس الوقت يكون بإنشاء نقاط لهذا المعلم. كيف بدي أقوم بإدارة عملية الديجيتايزنج لأكثر من طبقة؟ أولاً بقوم باختيار الطبقات اللي بدي أرسمهم بنفس اللحظة، اللي هم طبقة القطع والطرق وطبقة النقاط. بدي أفرض إنه هاي الطبقة مش طرق، وهاي الطبقة مش طبقة خاصة بالأشجار. بدي أفرض إنه أنا بدي أقوم برسم قطعة أرض، بتم تحويل هاي قطعة الأرض من بوليجون للاين، وكذلك كل نقطة أو كل نقطة فيرتكس اللي بتكون منها المضلع، لأنه إحنا بنعرف إنه المضلع لما أكون برسمه، أي مضلع بتكون من أكثر من نقطة، بتكون من الأضلاع. الأضلاع هي عبارة عن خطوط، خلينا نحكي، سواء كانت بأقواس من حنيات مثل الطرق، أو عبارة تكون إنه كل نقطة فيرتكس تكون هي عبارة عن نقطة، وأيضا البوليجون بصير لاين. حتى لو انه اللاين مسكر مغلق بدل الطريق، الطريق ما بيكون مسكر مثلا، فانا بدل ما اكون بتحويل البوليجون للاين او الفيرتكس تو بوينت، بقدر استخدمها بقدر بنفس اللحظه اللي بكون فيها الرقمنه اقوم بانشاء طبقه خطيه وطبقه نقطيه.
في البداية من التاب أو التبويب الخاصة بالإيديت مجموعة الفيتشرز، بروح على إعدادات هاي المجموعة، بظهر عندي جميع الطبقات اللي بقدر أعملهم ديجيتايزينج أو رقمنة. أنا بختار طبقة البارسلز، بقوم بإنشاء قالب جديد عبارة عن مجموعة، باجي بسمي هاي المجموعة، سميها تيست، وبروح على هذا الخيار، بقوم بإضافة طبقة النقط، بعمل آد، وبعدها بقوم بإضافة طبقة الخطوط، بضغط على آد، برجع القائمة الأولى، بقدر أكتب لها وصف معين وتاج معين بقدر أكتبها. فأنا في القائمة الثانية الخاصة بالأدوات بقدر أختار أساليب معينة من الرسم أو ألغي أساليب معينة. إحنا خلينا نأخذ تست صغير خفيف، خلينا نأخذ تجربة بسيطة في إنشاء قالب خاص في الرسم جديد. بعد ما نخلص من ضبط دول الإعدادات نضغط على أوكي، بظهر عنا اسم هاي المجموعة. بقدر ألغي هاي المجموعة البارسل، يعني لو رحنا على إنشاء المعالم بظهر عنا بارسلز وتست. لو رجعنا على إعدادات المجموعة الخاصة بالمعالم بقدر ألغي أي واحدة وعملها ديليت، نقوم بإلغاء هاي الواجهة، مروح على واجهة إنشاء المعالم، بختار التمبلت اللي أنا قمت بإنشائه، بضغط عليه، نقدر إحنا نشغل الصورة الجوية أو نرسم بدون صورة جوية لنفرض هذا حدود قطعة أرض بهذا الشكل، نضغط F2 الانتهاء من الرسم. بنلاحظ أنه تم رسم نقاط وخطوط في نفس اللحظة. لو قمنا بإلغاء طبقة القطع الأراضي والنقاط ظهر عندنا معلم خطي بهذا الشكل، ولو شغلنا طبقة النقاط بظهر لنا بهذا الشكل، طبعا طبقة البارسلز. بنفس الطريقة بنقدر احنا نتحكم ايضا بالاتريبيوت، البيانات اللي احنا ندخلها على الرسم الجديد نقدر ندخلها على اكثر من طبقة. نرجع على الكتالوج الموجود عندنا، نقدر نعمل احنا سيف او عدم حفظ، نعمل زوم معين. هذول الطبقات قمنا برسمهم بهدف التعلم، نقوم بإلغائهم، نحددهم كلياتهم، نعملهم ديليت وسيف. هذول الطبقات ايضا نقوم بإلغائهم، تم إنشائهم بهدف التعلم كما تم شرحه في البداية عن السبتايب الخاص بطبقة الأحياء. عندنا 4 أحياء، بدنا نفرض إنه إحنا قمنا بإدخال بيانات جاهزة، بعديها بدنا نعمل سبتايب ودومين على الطبقات. موضوع السبتايب والدومين مهم جدا، نقوم بإضافة طبقات فيها بيانات جاهزة، بعدها نقوم بإنشاء سبتايب ثم دومين ثم ربط السبتايب والدومين مع بعض. عندنا هذول الطبقات، لو قمت بإضافة طبقة المباني على سبيل المثال تظهر بشكل سبتايب بهذا النتيجة أو بهذا الشكل. إذا أنا قمت باستيراد هاي الطبقة داخل هاي قاعدة البيانات نعملها رايت كليك ثم إمبورت فيتشر كلاس. طبعا لو فتحنا السبتايب الخاص بهاي الطبقة بنلاحظ انه في عنا تصنيفات فرعية لهاي الطبقة او لهدول المعالم الخاصة بالطبقة، لكن اذا انا قمت باستيراد هاي الطبقة داخل جيو داتابيس الموجودة عنا هون بطريقة الامبورت وعملنا ران، راح نلاحظ انه راح يتم استيراد الطبقة لكن ما في عنا سب تايب. يعني نقوم بإضافة هاي الطبقة اللي قمنا باستيرادها، نلاحظ ما ظهر عنا التصنيف الفرعي، ولو رحنا رايت كليك وداتا ديزاين والسب تايب ما في عنا ولا أي سب تايب، وإحنا بنقدر نقوم بإنشاء هذا السب تايب. لكن إذا قمت بحذف هاي الطبقة من داخل هاي قاعدة البيانات وهاي الطبقة نفسها إذا عملت لها رايت كليك داتا وإكسبورت فيتشرز أو كنت بعمل كوبي محل ما هي موجودة ولصق داخل قاعدة البيانات اللي أنا بدي إياها، هاي نعمل لصق، نعمل رايت كليك ونروح على السب تايب بنلاقيه إنه هو موجود. إذا قمنا بإضافتها
بنلاحظ ايضا السبتايب موجود. اذا الامبورت بتقوم بنسخ الطبقة داخل اي مكان او داخل اي قاعدة بيانات جغرافية بدون اعدادات وبدون ضبط. لذلك افضل طريقة لنقل البيانات يا اما بنعمل داتا واكسبورت داتا وبنختار مكان الحفظ اللي هو داخل هاي القاعدة البيانات ونسميها بيلدينج مثلا، داخل هاي القاعدة نسميها بيلدينج 2. طيب هاي يصير ونعمل اوكي، تم اضافتها مباشرة. لكن اذا قمنا باضافتها كمان مرة بنلاحظ انه موجود التصنيف الفرعي. اذا افضل طريقة لنسخ اي طبقات من قاعدة بيانات داخل قاعدة بيانات الخاصة بالمشروع ان نقوم احنا بتحديدهم، نعمل سيلكت للطبقات ان نقوم بنسخهم داخل قاعدة البيانات الخاصة بالمشروع، نعمل كوبي وبيست. هاي أفضل طريقة لنقل بيانات جغرافية من قاعدة بيانات جغرافية خارج المشروع إلى داخل المشروع لكي نقوم بحفظ جميع إعدادات الطبقات.